ازاي تنقل الكلام. طبعا انا مش اقصد المعنى الوحش نقل الكلام، انا اقصد تعمل حاجه في اللغه الانجليزيه اسمها ريبورتد سبيتش، يعني واحد حكى موضوع وانت بتحكيه، اما انك بتحكيه على لسانه بتقول الكلام اللي قاله او بتقوله بطريقتك انت. ازاي تعمل ده؟ تعالوا نقول مثال عشان نشوف ازاي نعمل ريبورتد سبيتش. مثلا واحد بيقول I am playing football، انا بلعب كرة قدم. فانت جيت تحكي الموضوع قدامك طريقتين. الطريقة الاولى انك هتقول جملته زي ما هي بالظبط. فرضنا الشخص ده اسمه احمد مثلا، هتقول احمد said، يعني احمد قال، الماضي من say said، احمد قال، وتفتح قوس وتقول كلامه زي ما هو I am playing football، وتقفل القوس. دي بيسموها دايركت سبيتش، انت نقلت كلامه جملته زي ما هي بالظبط. ممكن تعمل بقى ريبورت سبيتش اللي علمونك النهارده، هتقول احمد said وتربط بحاجه اسمها that، احمد قال انه he was playing football، غيرت احمد اللي هو المذكر خليتها he، و am playing I am playing بقت was playing، يعني المضارع المستمر خليتها ماضي مستمر. احمد said that he was playing football. ممكن بدل ما اقول said ممكن اقول told، احمد told me، احمد اخبرني that he was playing football، انه بيلعب الكوره. ممكن اشيل that خالص اقول احمد said he was playing football او احمد told me he was playing football. هنا الشيء الاكيد اللي بنأكد عليه ايه، النقطه المهمه انك دايما الزمن هتخليه يرجع للماضي، يعني الشخص بيقول كلام في صيغه المضارع او المضارع البسيط او المضارع المستمر هتخليها مثلا ماضي بسيط او ماضي مستمر. واحد بيقول لك I have a headache، يعني انا عندي صداع، فانت هتنقل كلامه وهتقول مثلا احمد، برضه هو اللي معانا كل مره، احمد said he had a headache، have خليتها had. واحد بيقول My parents are ill، يعني والدي تعبانين، هتنقل كلام وتقول ايه، he said هو قال his parents were are بقت were ill تعبانين، يبقى برضو خليت are ماضي بقت صيغتها were. يبقى دي النقطة الأساسية، انك دايما بتخلي الزمن لما بتنقل الكلام زي ما بحكي بالعربي، باجي بحكي لك عن موقف حصل فأكيد بقول الكلام اللي حصل ده في صيغة الماضي، اقول لك والله هو قال لي انه لعب كورة، هو قال لي انه عمل كذا وهكذا. يبقى دي reported speech، ازاي تنقل الكلام، بدي الطريقة انك تنقل الكلام، ولكن لا تنقل الكلام وتكونوا فاهمين.